لنقاش الملف السوري ينضم إلينا من إسطنبول دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. انطلاقا من التعزيزات التركية في الحدود السورية، كيف تفسر تجدد هذه التعزيزات في وقت كان قد أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأجيل العمليات العسكرية في منبج ومناطق شمال شرقي سوريا؟ يعني تركيا أعلنت عن تأخير أو تأجيل العملية العسكرية، ولكنها لم تعلن عن إلغاء العملية العسكرية، بالعكس من ذلك قالت أن التحضيرات والتجهيزات هي مستمرة من أجل العملية العسكرية التي لا بد أن تقوم بها تركيا آجلا أم عاجلا، لكنها ولأنها هناك انسحاب من الطرف الأمريكي لا بد، يعني كدولة تعتبر حليفة لأمريكا يجب أن تعطي يعني فترة من الوقت لانسحاب العساكر الأمريكيين، لأن تركيا لا تريد أن يكون هناك أي تصادم مع يعني أمريكا. لكن يعني فكرة القضاء وعن التصميم على القضاء على قوات القيادة هي يعني هذا أمر لا يمكن التراجع عنه. نعم، في هذا السياق ماذا يعني لأنقرة تهديد ميليشيا حزب الله في العراق بالوقوف إلى جانب النظام السوري وكذلك الميليشيات الكردية فيما سمته بحماية الحدود السورية مع تركيا بعد يوم واحد من لقاء روحاني مع أردوغان؟ يعني هناك اليوم عندما أمريكا تعلن أن يعني ستنسحب طبعا سيكون هناك فراغا، وهذا الفراغ طبعا يعني هناك يعني ربما تريد عدد من الأطراف أن تملأ هذا الفراغ، وهناك خطر طبعا أن يستغل النظام يعني هذا الفراغ ويتقدم بقواته، لكن بدون أن يكون هناك موافقة روسية أو أوامر روسية أو ضوء أخضر من روسيا لا يمكن لهذه القوات أن تقوم بأي شيء، طالما أن الجيش التركي هو موجود ومقرر على الدخول على هذه المنطقة. اتفاق أمريكا مع تركيا أو تحويل الملف محاربة تنظيم داعش لتركيا هذا أيضا يدل على أن هناك سيكون تعاونا أمريكيا تركيا، وهذا يشجع أو يسهل العملية العسكرية التركية. لا أظن أن هذه الحشود أو هذه التهديدات تستطيع أن تثني أو تعرقل العملية العسكرية التركية، ورأينا يعني ما حدث في عفرين عندما حاولت قوات البيضاء ايضا الاستنجاد للنظام وحاولت الميليشيات الايرانيه ان تدخل الى منطقه عفرين وكيف يعني باءت هذه العمليه بالفشل. هل تتوقعون حدوث الصدام بين الجيش التركي وميليشيا الحشد والحرس الثوري الايراني؟ يعني تركيا عندما تقرر ان تدخل الى هذه المنطقه يعني هي تعتبر كل هذه التنظيمات تنظيمات ارهابيه، لا 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 يمكن يعني تحاشي التصادم معها، كل من يقف امام العمليه العسكريه التركيه سيعتبر هو هدفا مباحا لاستهدافه، تركيا تدخل من اجل يعني تحرير هذه المناطق من كل التنظيمات الارهابيه واعاده اللاجئين اعاده المهجرين اعاده ابناء المنطقه الى هذه المنطقه، طبعا سيكون هناك تزامنا مع دخول الجيش السوري الحر، ابناء المنطقه هم الذين سيتولون تحرير هذه المنطقة وإدارة هذه المنطقة لاحقا. هذا يدفعنا للسؤال بالحديث عن الجيش الحر، نتساءل عن طريقة التوزيع الجغرافي على الأرض وشكل الخارطة المقبلة في ظل كل هذه التحشيدات سواء من قبل إيران روسيا والعراق لبنان وكل هذه الميليشيات. مما لا شك في ان يعني هناك سباق صراحه على يعني ملء الفراغ او محاوله يعني الدخول الى هذه المنطقه، ونحن نعلم ان هذه المنطقه هي منطقه مهمه جدا تشكل يعني 30% من الاراضي السوريه، وهي تعتبر سوريا المفيده لان كل ثروات سوريا في هذه المنطقه، اكيد سيكون سباق مع بين كل هذه الدول حتى التي تبدو انها متفقه او يكون بينها هناك يعني بعض المشاورات من تركيا وايران وتركيا وروسيا، سيكون سباق بين هذه الدول، لكن يعني المهم هنا يعني ان تركيا تمتلك التجربه، تمتلك تجربه درع الفرات وتمتلك تجربه غصب الزيتون، وهناك عناصر، هناك الجيش السوري الحر، ابناء المنطقه المؤيدين للدخول الجيش التركي، هذا هو الذي سيسهل العمليه التركيه ويصعب على الاخرين الدخول الى هذه المنطقه. كيف ستحافظ كل هذه التطورات الميدانيه المتلاحقه على وحده الاراضي السوريه؟
طبعا اليوم الدول يعني روسيا وتركيا وايران متفقين على وحده الاراضي السوريه، الحفاظ على وحده الاراضي السوريه. كان الخلاف على ما بين امريكا وتركيا، طالما امريكا اليوم انحازت او ربما يعني اضطرت الى يعني التخلي عن الميليشيات الكرديه الارهابيه طبعا الانفصاليه، فهذا يسهل وربما يعيد التشاور ويعيد يعني بعض العمل المشترك مع امريكا، ما بين امريكا وتركيا. وطالما هناك اتفاق بين تركيا وروسيا وايران على وحده الاراضي التركيه عفوا سوريا، فيكون هذا ايضا يسهل العمليه، ودخول الجيش التركي سيكون بالتوافق مع روسيا التي هي اليوم بحاجه الى الدور التركي، ولا تستطيع صراحه تجاوز الدور التركي او الوقوف امام العمليه العسكريه التركيه، طالما ان هناك ذريعه مشروعه وهي القضاء على تنظيم ارهابي يهدد الامن القومي التركي. شكرا جزيلا لكم دكتور مصطفى حامد اولو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.